يا الله يا الله، الحمد لله على السلامة يا تحيب. والله بغينا نموت. الله يسلمك، بغيت تموت إلا خلاص. بس اسمع، خل الترمس عندك ها، وأنا بروح للحادث حق القطار وارجع لك ثاني مرة. وتشوله بترجع، وتشوله الناس تنحاش وترجع. يا حبيبي ناسي الترمس الثاني حق النسكافيه حق الحليب، هذا عهده علي، يعني اذا ما جبت بيخصمونه عليه. وبعدين بيني وبينك انا حاط فشفاش ها وبسكوت كاكاو في الحمام، ابغى اخذه واجيبه عشان ناكله، يمكن ما حجينا في ذا المقطعه. حتى انا يا دحيم باقي 4 سندويشات، قد ثنتين باقي ثنتين في القطار، عسى ما يسرقونها. تدري ماني براجع القطار الاهبل ده، اصلا هو ينقلب الحاله ما حد يقلبه. وعلى فكره بشريهم ترمس من حرب بن قاسم من ابو 10، اعطيهم اياه بلا عهده بلا تبن، وانت اشرك 4 سندوشات من شارع العصارات في الشميس ورجع لهم العهده ذي وفكنا منهم. وخلنا نروح نطمن هلنا الحين، تلقى الكاتبين فنت وفي تويتر ان القطار انقلب، واول ما يسالون عنا دحيم وسامي ماتوا ولا لا. يلا خلنا نمشي. الا دحيم ابسالك سؤال، وش قلب القطار؟ والجو زين؟ لا غبار ولا بعارين؟ سامي ترى العن شيء في هالوقت الوحده، ترى تجيب الهوس. قطارنا من عرفناه هو قطار يتيم مسكين بحاله، ينقلب بحاله ويصدم بحاله ويتحرك بحاله. اوه يا قلبي. وبعدين انا ما استبعد بصراحه، ما استبعد يا سامي انها محاوله نفوق القطارات، يعني مثل نفوق الحيتان، عندنا بس نفوق قطار بالحاله يعني. بس يلا يلا مشينا، يلا مشينا، يلا. ام دحيم. هلا دحيم، وينهم؟ ما ادري، اليوم شفتك عاشق ومتشخص لابس بدله، بس ما ادري وين رايح. لا يكون يبي يسافر ولا شيء. هو اصلا من يوم ما اشتغل بالقطار ما عاد سافر، الظاهر من شبه هباه ما ظلم. فاكر يا ابو دحيم ذاك الزمن لما كان الجسر من طين وانت رايح خري وري؟ الحين الجسر صار مسفلت شارع وساهر واضاءه ولا ذي من يا ساهر الليل. يا ساهر الليل تدرعت الحريم تدرع. اي يا ابو دحيم تسلي واختاري وش ذا خير؟ مش حكش خير ان شاء الله. اولا السلام عليكم. عليكم السلام. ثانيا في الواقع والحقيقه والصراحه بينهم، أي؟ انا لو ما اعرف انك ابوي وان هذه امي كان ما عرفتكم، سبحان الله العظيم. يا سبحان الله. ثالثا انا اليوم في احتفال وانجاز، مسويت سكه المواني السعوديه، سكه القطار طبعا، انجاز عالمي وسوف يحتفلون فيه ان شاء الله. سكة القطار وعالمي علينا العركات. قول يما ستر غطا قسما. شوفوا اصلا الانجاز هذا ناقلينه كله على القنوات الفضائيه وليس المحليه فقط، وراح تشوفون على هوا، لانه جهد سنين وايام وتعب ودفع مليارات عليه، فراح ينقل على الهواء مباشره. وفرده كبدكم تحيم سيكون في الحفل شخصيا. نجم نجم ام تحيم، هلا. شغلي التلفزيون نبي نشوف كلام دحيم صحيح ولا لا. عفوا من الكريم ابوك الثوب. في نص الجبهه. الوالد طبعا. الوالد اي هذا اللي عارفه انه الوالد يعني. اسمحوا لي لاني بمشي الان بالانجليزي، ما راح امشي بالعربي لان العربي عادي، انا لابس بدله فلازم يكون انجليزي. بسم الله عليك. الله يغارك. شكرا لكم، شكرا للقنوات الفضائيه المتواجده، شكرا لكل الاعلاميين والصحفيين والنقاد، ويعطيكم العافيه على تواجدكم. واحب اشكركم جميعا على ترشيحكم لقطار المملكة العربية السعودية كمعجزة حقيقية، وباعتباره أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة. القطار هذا الوحيد في العالم الذي صنع له سكة حديدية يمشي عليها بالحالة، والعجيب في ذلك بعد أن هذا القطار يتيم ويصدم نفسه بنفسه، يعني مع نفسه.